الفل عليكم يا بناتي، عاملين ايه؟ هتكلم دلوقتي عن سكراب نوفيج الجديد، من الحاجات الحلوة جدا جدا اللي اوريفلام بتنزلها لنا. هو سكراب فيه حبيبات مقشرة، تمام اهو. السكراب ده انا بجد ما بستغناش عنه، هو من الحاجات الحلوة جدا جدا. الحبيبات بتاعته ناعمة قوي قوي قوي، بصوا هو ناعم جدا، الحبيبات بتاعته ناعمه قوي 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 قوي، تمام. انا شخصيا بحبه قوي، ما بقدرش استغنى عنه. السكراب ده فايدته ايه اساسا؟ هو عموما اي سكراب في الدنيا فايدته ان هو بيقشر خلايا الجلد الميته، بيجدد خلايا البشره. مهم جدا طبعا السكراب، يعني اي بنت عموما سواء بتحطي ميك اب او ما بتحطيش، انت سي ما بتحطيش ميك اب فبشرتك هتبقى باينه جدا ان هي عليها طبقات زياده، هتحس ان في رمل، كان يعني لما تمشي ايدك على بشرتك كده هتحس ان هي بشرتك مش ناعمه، عليها زي حبيبات ناعمه كده زي الرمل. فالسكراب عموما يعني سواء ده او اي نوع تاني هو مهم جدا جدا. اي سكراب تستعمليه مرتين في الاسبوع. السكراب زي ما انا قلت بيزيل الخلايا الميته، بيجدد خلايا البشره. فلو انت سي مثلا مش بتحطي ميك اب فهتبان بشرتك نقيه جدا وهاديه جدا وحلوه جدا. لو بتحطي ميك اب برده ده مهم، لان الميك اب برده مش هيبقى ناتشرال ومش هيبقى طبيعي. يعني انت السكراب زي بيجهز البشره، سواء انت هتبقي من غير ميك اب فهتبقى صافيه جدا وحلوه، تحطي ميك اب فبرده تبان صافيه ورايقه. في ناس تشوفوها تلاقوها حاطه ميك اب تلاقي الميك اب مش مظبوط، او ممكن تبقى هي حاطاه كويس بس هي بشرتها محتاجه تعمل سكراب، عليها طبقات لازم جلد ميته لازم تتشال. فالسكراب عموما مهم جدا جدا لبشرتنا يا بنات. السكراب ده اصلا بيفتح البشره، بيشد البشره، بيزيل خلايا الجلد الميته. لما بتعمليه بتحس بفرق رائع بعد ما بتعمليه. انا بحبه جدا جدا، الشهر ده عليه عرض حلو قوي فلازم بجد تستغلوا العرض ده. هو ان انت لما بتشتري 200 جنيه من الكتالوج بتلزيه هو بسعر كويس جدا جدا. العبوه بتاعته 100 مللي فبيقعد معاكي وقت كويس قوي. وبعدين مش عايزاكم تنسوا بعد اي سكراب تعمليه لازم تحطي ماسك، يعني عشان بشرتك ما تنشفش. فلازم بعد اي سكراب لازم تحطي ماسك مرطب او تحطي كميه كريم، بس تحطي كميه كريم زياده شويه، يعني لازم ترطبي بشرتك بعد اي سكراب. فبجد السكراب النوفيج ده ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش تضيعوه الشهر ده. ميرسي جدا ليكوا حبايبي.